لا 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 اي اتحاد ما ارسل لي اي اتحاد مو اي اتحاد مو بإصرار مو بإصرار اي اتحاد ولا اسرار ولا شيء اي اتحاد انا فهد قلبي معاك اوكي 100% بس الحين واحد دخل في جوجل نفسه هو لا 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 اسمع لا مو حقين الشرقيه يتراسلون الشرقيه عام 88 من العلاقه عام 88 الى انبرر يا ابو زياد عام 88 لا 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 شوف ابو فهد يا بتعتذر لنا الان على الهواء ولا ترى اذا على لسان طويل ترى بسقط عليك لين بكره وش هذي تسقط على الحسد على اللهجه لا 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 في ناس في ناس لا تسقط ولا تزعل ترى الحسد يا خالد 25 مره خلاص في ناس في لا ابو زياد خلاص في ناس في ناس في ناس في ناس ترى يحبونك ويتابعونك ويشوفونك يا اخوي انا ترى ما بخلص على الناس انا ما بخلص اللي يحبني يحبني واللي يكرهني يكرهني لا لا بس انك تسقط يا ابو زياد ما راح نمزح خلاص في منطقية لا عفوا ابو فهد شوف عنصرية يقول عنصرية شوف العنصرية هذه صارت عباية كل من بغى قال ترى عنصرية لا لا حد يدخلني في الموضوع لو سمحتوا لا لا ابو صقر ترك غلطان عبارة العنصرية ذي ترى انا رجال قلت عبارة انت ممكن بكرة تقول عبارة يعني زي حقة الخرج تقول كذا ما فيها شيء ولا يفسق يعني انت تقلب بعض اللهجات يعني بس يعني ما عندها يعني انت يعني الحين لما تجي تخرج يعني عنصريه ترى عنصريه كلمه كبيره ابو فهد ابو فهد ما يستحقون منك اهل الحسد الاعتذار يا انا اعتذر لهم كلهم واحد اي بس انا اللي فهمك غلط ما يستحق منك الاعتذار يا ابو فهد اللي فهم غلط واللي ما فهم غلط لو عندنا حموله في مبرز من صرامي بعد ايه من عندنا ايه طيب ولا صار ما يستحق منك الاعتذار يا ابو فهد يعني انا بعتذر لكل واحد بعتذر للجميع بس طيب. ابو 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 صقر لما يجي يقول عنصريه هذه المشكله ابو فهد ابو فهد ما يقصد قلبه طيب وانت بعد قلبك طيب اقول لك حبيبي لكن خلينا ترى يخاف مني دقيقه لا مش اخاف من صديقي هو لا لا وانت صديقي وانت انت الله يهديك انت وديتنا الاكزت انا بس سمحت له عشان اللي باجي فيه في 10 مجموعات 88 الهلال كان من ضمن مجموعته كان الكويتي ومحرق البحريني كلهم سحبوا ذولي داري بس كلهم ما لعبوا لا له لعب له عليه له نقاط يا ابوي كلهم سحبوا هذا من جوجل هذا كله كذا من جوجل على فكره ابو زياد الاتحاد قلب صرام ابو زياد لا مو صحيح 10 مجموعات ترتيبه كل فريق له واحد الله يرضى عليكم واحد شوف والله العظيم الفريقين يا سيدي العزيز الفريقين اللي قلت لك عنهم الهلال ويوموري وصلوا للنهائي ما لعبوا هذه كل الهلالية يعرفونها طيب واحد وكل الرياضيين يعرفونها لحظة أنا أبغى على قولكم المخرج ترى يا أهل الحساء إذا كان في خاطركم على شيء تراني آسف واتمنى انكم تسامحوني تراها مزحه ومداعبه وانتم دائما من فوق راسي طيب حبيبي بالمناسبه بطوله اسيا عام 86